أم خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية بمجملها؟ روشة جنين قالك يانكو أو هالويسا برامبر جنين قالك لوازة قالك ضعيفة. وفي هذا المجال الأخير بالطيبتي دربارة أحوال يانكو روشين جفاكيدا الأحوال الشخصية التي يجب أن تعدل في هذا المجال الذي يشكل الأساس للتمييز ضد النساء. تتفيا أفروش كساتي بيتا غورتن الأساسية التي تكمن في زواج القاصرات بتايبتي يعني شكرنا يعني بزور زواج كسينكو زاروكن كنتيجة للحروب والأزمات وانهزام الانتفاضات في الفترة الأخيرة. على مستوى الأرقام الجور جمارة التي أنا تقدمت بها عام 2019 في ورشة كوصالة 2019 بيشكيش كرن الباجرة طرابلس القاصرات في لبنان تبلغ 10% من حالات الزواج لدى الإناث رجاء وان صددها يا وان كسينكو الجير جي يعني عمري شكرني ترتفع تلك النسبة إلى حدود 15%. جماروان يعني رجيا وان زيدا بويا بلند بويا جبو رجيا بانزا عشر من العمر بحجة أن ذلك سيساهم في حمايتهن من الاستغلال الجنسي. آخر جريمة لموجودين بلبنان لازم يكونوا سمعوا فيها حطوها من ثلاثة أيام على التلفزيون بنت عمرها 11 سنة جابت ولد يعني جرك أف بويرة خلك لبناني باش بزانن كو كتشكا يانزدا صاني يانزدا صالي كمعنى ويا ده صالي بوقت شكري زاروكك آنية فالوضع أسوأ في بعض الأحيان دهندك كولات العربية ده روش هشتا خربتها وبعض أجهزة الإحصاء المركزية الجور أمارو رابرسين يانكو أو جمارينكو يونسكو ودازجهن يانصازية دين نتوي كوم كرنا حالة زواج دون سن 18 بدون يعني هجدة هزار حالات شكرنا يعني وانكسينكو عمريوي الهجدة كيمترن هجدة هزار حالات وها هنا 18 سنة والوضع في العراق لا يختلف كثيرا روشة جنال عراقي تجده إنت قال ولات الدن إن عربي ويعد الزواج المبكر من أهم أسباب حالات الطلاق في البلاد مع كل ما يعني أو شكرين يانكو زواج سجل في المغرب يا أو كسينكو عمري والخارية صدمة يا إيكي يجبو هيلا جدابين يان طلاقي تحرير عقد المدني وفق جمعية حقوق وعدالة المغربية. أما جرائم العنف الأسري فحدث ولا حرج تندو تيجي خيزاني يعني بحث بك ونترسة متعلقة بتجريم كل أشكاله. وأما جرائم العنف والتحرش في ميدان العمل تندو تيجي ودزريجي ميدان كاردا وخبات دا عبر الضغط على الحكومات من أجل إقرار وتنفيذ الاتفاقية الدولية 190 بيتفيكو قشار يانكو زغطي الحكومة بين كرينكو فير أو شيء غير أن الحل الاستراتيجي كل ذلك لشارة سريا استراتيجية في إلغاء قوانين الأحوال الشخصية الطائفية في فصل يعني أوكو حالة شخصية كو طائفة جري بين لابرن يعني لغوكرن قادرة على توحيد الحقوق والواجبات بما يساهم في توحيد مفهوم المواطنة والإنسان يعني بيتفيا همو قانون ورئيسة هفجرتي بن جبوكو هفجرتن يانكو وكفي دنف جباكي دا سردس بي